الإسلامية في إيران أنه نظامها نظام ولائي. نعم هو الإشراف العام لولي الفقيه، لكن لا يعني أن ذلك أن النظام القانوني معطل في هذه البلاد وكل الأوامر تصدر بنحو ولائي، لا أبدا. هذا التصور الخاطئ حتى من يسكن في إيران لا يعرف هذه الحقيقة، وإنما حتى السيد الخامنئي حفظه الله يرجع الأمور إلى النظام الوضعي الموجود في البلد، وكل مسؤول وكل وزارة تأخذ يعني مجراها وتقوم بوظائفها وأدائها بشكل أنه لا يتدخل في أمورهم. وكثير من الأمور ربما لا تروق له ولا يرتضيها، ولكنه التوجه العام وتداخل المسؤوليات يحيل دون وقوع إرادة السيد الخامنئي، خصوصا وأنه يصرح في كثير من الأمور أنه لا يرتضي القمع والإقصاء الفكري، ولا بد من طرح الحوار الجاد العلمي بين أطراف الحوزة المختلفة، ولا بد من تغريب هذا المنطق، منطق التكفير ومنطق الإقصاء، من حواضر الحوزات العلمية وجميع الحواضر العلمية، ولكن لم يسمع لي كلام. بالنتيجة هناك إرادات متداخلة، هناك المخاطرات، هناك الأمن القومي، هناك إرادات حوزوية قوية نافذة تتدخل بشكل وآخر، وربما تؤثر حتى على قرار وعلى رأي سماحة السيد الخامنئي. فليست الأمور كما تظن أنها بمجرد بإشارة منه ينتهي كل شيء، وإنما يتدخل في الأمور المصيرية، وسائر الأمور تجري وفق السياقات القانونية المدنية الحاكمة في هذا البلد.